طيب ماشي. إيران هي المحرك، لكن ألا يعني تتحدث الأوضاع على الأرض أيضا عسكريا ويكون لها كلمة مهمة أستاذ عليبة؟ يعني الوضع على الأرض والسيطرة العسكرية، ميناء الحديدة يعني بيد الحوثيين رغم يعني تقهقر في الفترات الماضية، صنعاء أيضا، لكن على الجانب الآخر قوات الشرعية أيضا تحرز تقدم في جبهات مختلفة، فهنا إزاي المعارك على الأرض تقول كلمتها في الوضع ده؟ انا هقول لحضرتك يعني الكلام اللي حضرتك بتقوليه سليم من الناحيه الميدانيه في اخر 3 اسابيع، يعني التحالف والقوات المشتركه بدات تحرز تقدم في منطقه الجوف، في منطقه مأرب، في الساحل الغربي نسبيا. دي مساله مهمه جدا. لكن ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل انه الحوثيين قادرين ان هم يفتعلوا، يعني ياخدوا الصراع على ارضيه ثانيه، بمعنى انه قصف عشوائي على المدنيين، قصف عشوائي على منشآت مدنية زي مدارس، زي مستشفيات، زي المجمع الصناعي مثلا، المجمع الغذائي اللي تم استهدافه في الحديدة الأسبوع الماضي وهكذا. فالفكرة إنه كمان الميليشيا الحوثية ما عادش عندها قدرة على إن هي تتمدد أكثر، أثرت عدد كبير من قيادتها. بالتأكيد سلاحها بيستنزف، هي بتعتمد على الدرونز، طائرات دون طيار، في ان هي تحدث خسائر كبيره، لكن انا ما اعتقدش ان نعم. هي هتقدر تحرز تقدم اكبر من ذلك. يعني في بعض التحالفات حصلت ما بينها مثلا وما بين الاصلاح اللي هو الاخوان المسلمين في تعز، في مرحله من المراحل ده فادها ان هي تتمدد في هذا الاتجاه على حساب القوات الشرعيه. انا بعتقد انه يعني هي بدات تصل للمناطق اللي هي مش تقدر، يعني بعد كده تبدا تنحصر.